مساء الخير. يرى أن تيارات الإسلام السياسي أحدثت انسدادات فكرية في المجتمع السعودي، فتش عن الإخوان، هكذا هي إجابته عن أي سؤال يطرح عن أي تنظيم أو جماعة متطرفة. يرى أن الإخوان ساهموا في السعودية وحدها في إنتاج نحو 5 تنظيمات أو أكثر تتحين جميعها الفرصة للظهور على الواجهة. خالد العضاض الكاتب والباحث في سؤال مباشر، حياك الله معي أستاذ خالد، سعيد بتواجدك في هذه الحلقة من سؤال مباشر. أهلا أستاذ خالد، حياك الله. خليني أبدأ معك مما كتبته مؤخرا في صحيفة الوطن، يعني وكأنك تقرأ أو تكتب الطالع مثل ما يرى البعض. قلت مع إمكانية عودة الصحوة تحت أي ظرف وفي أي شكل أو قالب ممكن ومتوقع أو غير متوقع، مثلما عادوا عبر موجة التدريب وبرامج تنمية الذات، ثم عادوا مرة أخرى عبر الإعلام ومواقع الشبكة العنكبوتية، ثم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد، فهم يعودون عبر وسائل وطرق مبتكرة ومختلفة. وين تلتقي أو تتقاطع مع التجارب السابقة سيد خالد؟ هو أنا أعتقد أنه مشكلة الصحوة من بداياتها، من ثورتها الأولى في عام 88 تقريبا أو 87، لا ينتظمها خط، يعني خط متين لأعمال وتراكمات، هي فوعات يعني على قولتنا بالعامية. هم هؤلاء التقطوا فكرة معينة من كان آخرهم حسن، وقبلهم ما تم بعد 2003 من تجميع كل من يخالف المسار السعودي الحكومي في ذلك الوقت، نشط فيها سلمان العودة وسفر الحوالي بتجميع مجموعة من اليساريين والقوميين والناصريين ومن الشيعة ومن الإسماعيلية، مجموعة كبيرة تحت بند توحيد الصف لا توحيد الكلمة، وهذا منهج كان الصحويين يعملون عليه حتى ما قبل أحداث 94 وسجنهم، ثم لما خرجوا بدأوا يعززونه فعليا، أنه نبي نجمع الجميع كلهم في بوتقة واحدة ضد التوجه الحكومي بالعموم. يعني فهي أفكار تلتقى، وأساسها أو بداياتها تقريبا، يعني أنا يمكن أن أرجع إلى تقريبا الخطاب اللي قام بعمله عبد الله بن حمود التويجري في وسلمه إلى المسؤولين السعوديين في ذلك الوقت في يناير عام 1991، وقع معه تقريبا 200 شخص. هذا كان يعني اجتهاد من تويجري ومجموعة من أثناء حرب الخليج أو بعيدة تقريبا، لا بل أثناء حرب الخليج، ثم بعد ذلك التقط الفكرة الأخوانية أصحاب تنظيمات الرياض، سعد الفقيه ومحسن العواجي ومجموعة أخرى، يعني عملوا خطاب آخر اسمه خطاب المطالبة والمعروف بخطاب شوال، أعتقد سلموه في مايو عام 1991، ووقع عليه يمكن 300 أو 400 شخص. فلما رأوا أن الفكرة ماشية ورائجة وممكن أنها يتحركون فيها، انتقلوا إلى شيء يعني أكبر، يعني توسعوا قليلا، فخرجت مذكرة النصيحة. ذكرت النصيحة طبعا معروف ما فيها وما هو موداها ومن وقع عليها، ثم سلمت، ثم بعد ذلك سربت، وحتى خطاب المطالب أيضا سرب قبل، يعني حتى أنا يعني تصوري من خلال تتبع الأحداث والقراءة لم يكن هناك يعني ممانعة من قبل المسؤول السعودي في ذلك الوقت في تلقي مقترح أو انتقاد أو غيره، لكنه كانت المعضلة في عملية النشر، كانت هذه الخطابات تنشر في الخارج في فرنسا وغيره يعني. وطبعا اللي كان وراء نشر هذه الأشياء أنا يعني أطلق عليه نكبة الصحوة، اللي هو سعد الفقيه، يعني الرجل اللي يشتغل مع الصحويين ويتفقون على أشياء بالسر، ثم تفاجأ أنها تسربت بطريقة أو بأخرى، ثم تبحث من خلف هذا التسريب فتجد سعد.
خطاب المطالب، مذكرة النصيحة، شريط سلمان العودة، رسالة من خلف القضبان. فهذا امتداد، هذه البداية. ثم عاد انتقلت العملية ببعض المخاطبات وبعض الاشتراك مع بعض التيارات الموجودة داخل السعودية في خطابات معروفة كثيرة بعد 2000 وبعد 11 سبتمبر، طيب. حتى وصلوا إلى اليوم. وش الفرق؟ اليوم وش الفرق؟ أنت كأنك في مقالك السابق تتوقع أو تخالف بعض من يقول بأن الصحوة أصبحت خلفنا، ليس هناك مجال لعودتها. اليوم هل تعتقد بأنه في إمكانية فعلية بعد كل التطورات والتغيرات اللي حاصلة في المجتمع السعودي على كل المستويات؟ هل هناك إمكانية لعودة الصحوة، وبأي شكل يمكن أن تعود؟ ومن قال أن انتهت الصحوة أصلا؟ الهجوم الذي يجري على المملكة الآن من كل حدب وصوب، من اللي وراءه؟ وراءه الإخوان السرورية في تركيا وفي بريطانيا وغيره. يستحيل أن نقول أنها انتهت الصحوة. أنا أضرب مثال بسيط، يعني الإخوان كتنظيم تلقوا ضربة دامغة قوية جدا في عام 65 و66، جلسوا أكثر من 18 سنة لم يتحركوا، لم يتنفسوا داخل مصر أبدا، حتى جاء السادات وأخرجهم في عام 71 ثم 72 ثم 73، ثم استخدمهم بطريقة معينة، ثم أوصلوا إلى 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 يعني إلى حتفه في نهاية الأمر. وكذلك يعني حسني مبارك حاول قدر المستطاع رحمه الله أنه يعني يجفف منابعهم ويتقي شرهم، لكن في النهاية وصلوا إلى الحكم وحاكموا سنة كاملة. ولولا يعني تدخل العقلاء في الجيش المصري وبعض أصدقاء مصر الحقيقيين لكانت الأمور كارثية اليوم يعني، لكن الحمد لله الذي وقانا الله من شرهم يعني. طيب إذا ما عدنا، لذلك القول بموت الصحوة، تفضل تفضل، هذا خطأ كبير وخطأ استراتيجي أيضا. نعم الصحوة عندنا في السعودية الآن اندست في جحورها، لا تستطيع أنه تخرج أو تطل برأسها بأي شكل من الأشكال، لأنه هناك جهود أمنية قوية جميلة رائعة ويعني تتبع نظريات علمية في تجفيف الإرهاب والتطرف، ومن خلفه قرار سياسي شجاع وقوي سيخفيهم لا محالة. لكنه الآن هم موجودين يعني السرورية، وهذا من الأشياء اللي قد لا يعلم أحد أو يعلمها القليل، لهم تنظيم شبيه للتنظيم الدولي للإخوان، لكن هذا لا يقول به أحد. تنظيمه موجود في تركيا وله قيادات وله يعني أتباعه في مختلف، والسرورية منتشر انتشار ليس كالإخوان، ولكنهم لا يقلون عن الإخوان يعني. طيب الصحوة أيضا تقدم، يا الصحوة تعجج، جيد، تقدم نفسها على أنها سلفية في العقيدة في المنهج أيضا، لكنها في المقابل أيضا تتم بإنشاء الأحزاب السياسية. وتعرف بأنه مسألة إنشاء الأحزاب هي نموذج غربي في أساسه، يعني يعتمد على مسألة الاعتراف بالديمقراطية، على التعددية، على غيرها من الأمور. هل الصحوة فعلا تؤمن بالديمقراطية والتعددية فعلا؟ هل لهذا قلت بأنها ممكن تعود بطرق عكس المنهج الذي قد تقوم عليه الحركة أو التنظيم أو التيار؟ والله أولا أنا لا أعتقد أنها ستعود على مطية كالديمقراطية وغيرها والتعددية السياسية والبرلمانية والانتخابات وغيره. هذه قوالب إخوانية تتشكل فيها الإخوان فقط، هم اللي يتشكلون في هذه. السروريين موضوع حاسمين هذا الموضوع من زمن طويل، فعودتهم حتى بشكل تكتيكي في صعوبة شوي يعني في هذا النمط أو في هذا الإطار أو في هذا المنتج السياسي، أستبعد هذا الشيء. لكن عودتهم لا يعني هم لم يختفوا، ما تواجه المملكة الآن من ضغوط وتأليب إعلامي خلفه الإخوان وخلفه السروريين. السروريين موجودين في كل مكان تقريبا يعني، موجودين طبعا في قطر، في الكويت، موجودين في تركيا، موجودين في السودان، في ليبيا، في الجزائر، في مصر، في كل مكان، ويعملون كل بقدره. محمد سرور اشتغل شغل عميق جدا على السودان فترة من الفترات يوم كان في لندن، وكان يأتي السودان بصفة دورية، وانتقاله إلى قطر مكنوا من الالتقاء بمجموعة وبأطياف كبيرة كانوا لا يلتقون فيها إلا في الحج قبل 2000، كانوا يلتقون في الحج وخصوصا الإخوان يعني. ولكن تعلم أنه يعني حسن الهضيبي بعد خروجه من السجن عام 73 رتب العمل الأخواني بما فيه الداخل السعودي في الحج،
حينما أتى إلى الحج قسم العمل في السعودية إلى 3 مكاتب، مكتب جدة والدمام والرياض، وقسم العمل في الخليج وأدخل بعض السعوديين وبعض الخليجيين إلى التنظيم الدولي وما إلى ذلك. فالعملية هي منتهية الآن، مندسة في السعودية لقوة الرادع الأمني. لكن لو رجعت بترجع في رأيك بأي شكل في تصورك؟ في أي شكل ممكن تتصور أنها ترجع؟ والآن يعني وعذرا وليسامحني الجميع على هذه الكلمة، هي الآن موجودة في أناس أشكالهم عادية، ليسوا متدينين، تجدوا قد يكون غير ملتحي، قد لا يكون من رواد المساجد بشكل كبير، قد لا يكون حتى عليه مظاهر السلفية السرورية. هذا كيف نعرفهم يعني؟ وش خطورتهم أيضا؟ هم أخطر طبعاً، هم لا شك، لأن هم مختفين، هذا ما يعني قد يختفي خلف ستار وطنية أحياناً، وهذولا أخطر، لأنه هو يضغط على عملية منجزات الدولة، على عملية القرارات اللي تجريها الحكومة للوصول إلى المستقبل المأمول والطموح 2030، يعني اللي احنا نحتاج فيه اصلا الى بعض العمليات اللي قد تكون قاسيه بعض الشيء. فتجد هذول يضغطون عليه، يضغطون على الترفيه، يضغطون على اشياء كثيره، يضغطون على انفتاح المجتمع. يعني السؤال، هل 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 محاوله الصحوه الان الاستغلال السياسي لتنظيمات زي القاعدة هي جزء من تلك الأفكار؟ وخلينا أسمع منك إجابة أستاذ خالد، لكن بعد فاصل قصير نعود بعده للمتابعة مع خالد العطار. أهلا بكم من جديد إلى سؤال مباشر، ضيفي وضيفكم الكاتب والباحث السعودي خالد العضاز. أستاذ خالد حياك الله معي من جديد. في الجزء الأول انتهيت أو اقتبست في نهايتي جزء من مقال لك حول ما أسميته بالفكر الصحوي المتدثر، حول المضار والأخطار لهذا الفكر اليوم على مستقبل الانفتاح الاقتصادي والثقافي للبلاد. يعني أولا، هل كان محاولة الصحوة، إذا ما عدنا سابقا لتجارب تاريخية، الاستغلال السياسي للقاعدة هو جزء من هذه التحركات؟ لا شك أنه جزء من هذه التحركات بكل تأكيد. يعني الصحوة ثورت الشباب، جمعت مجموعة من الشباب بكمية كبيرة جدا، و يعني شباب في مقتبل العمر في ذلك الوقت، يعني أشعلت قلوبهم أرواحهم إلى ومهجهم إلى عملية الخلاص وعملية الحل المثالي والطهوري للمجتمعات والدول وما إلى ذلك. ثم رمتهم في أتون المعمعة بدون أي أجوبة مقنعة لبعدهم عن المنهج الإسلامي الصحيح. فهؤلاء وخصوصا في فترة تغييب رموزهم، يعني خليني أقول لك أنه الرموز اللي دخلوا السجن في ذلك الوقت اشتغلوا على نظرية هدم المعبد فوق رؤوس الجميع أو فوق رأس الجميع. كانوا يحذرون أنه في حالة تغييبنا في السجن أو كذا ستثور الأمور وسيبدأ الجهاديين بالعمل وما إلى ذلك، وفعلا هذا الذي تم. خرج علينا التفجيرات، وخرجت علينا يعني محاولات الاغتيال والاختطاف وما إلى ذلك في شيء لأول مرة يشهد المجتمع السعودي، وهو بسبب يعني انفلات هؤلاء الشباب بسبب التعبئة والشحن الذي تم لهم. هؤلاء اتجهوا إلى القاعدة وجدت فيهم يعني مخزون كبير جدا من العمل والحركة وحتى الإخلاص يعني لقضيتهم، ثم بعد ذلك عادوا إلى القنابل الموقوتة قليل قليل يفجرها في يعني في بكل بساطة. وهذا هي جناية الصحوة بالمقام الأول. أنت لك أيضا دراسة مطولة حول شخصية سلمان العودة، وذكرت في بداية حديثك بأنه رسالة من وراء القضبان كانت يعني
من أكثر الأمور اللي كان لها تأثير كبير في 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 الصحة في ذلك الوقت. وش سر الاهتمام بهذه الشخصية أولا بالنسبة لك أستاذ خالد؟ هو طبعا يعني الشخصيات الصحوية تقريبا من عام 87، يعني لو أردنا إحصائها أو حصرها لا تتجاوز 5 شخصيات، يعني هذه الشخصيات الظاهرة التي قادت الصحوة أو حملت على أكتافها الصحوة. البقية مستثيرون، قادة كبار أكبر من الذين ظهروا بكثير لكنهم مستثيرون. في الجانب الأخواني هناك عوض القرني، وفي في الجانب السروري في سفر الحواري فيه ناصر العمر، فيه سلمان العودة. سلمان العودة يختلف عن الجميع أنه يعني نفض عباءة الصحوة مبكرا عنه، وحاول أنه يلتحق بالفضاء العام لمسألة الحركة والعمل. الرجل تقريبا قيل له يعني باتفاق يمكن في عام 90 أو 89 أنه خلاص ابتعد الآن عن التربية الخاصة أو العمل التنظيمي الدعوي. كان قبله ب5 سنوات تقريبا التنظيم السروري تقلص بشكل كبير جدا إلى ثلة قليلة تدير العمل، والبقية ينطلقون كتيار دعوي. في 90 أو 89 العودة حلق يعني في فضاء الدعوة العامة وابتعد عن التنظيم. تلاقى في ذلك الوقت مع القرضاوي، ثم عاد في أزمة الخليج وبرز بشكل يعني غير معهود وغير مسبوق للقيادات الدينية، يعني صح الوصف. ثم بعد ذلك مسألة الإيقاف. بعدها بفترة خرج سلمان العودة بدراسة اسمها نحو فضاء أوسع أو شيء من هذا القبيل للدعوة، وزعت على يعني كم هائل جدا من الدعاة وطلبة العلم والمشائخ في المملكة وخارج المملكة وصولا إلى أوروبا وأمريكا. نتيجة هذه الدراسة حللت، يعني وحتى الذي يستغرب منه الشخص يعني، علشان يعني بس فقط أن الناس يدرون ما يعني وش التيار اللي يتعاملون معه الآن. من قام بتحليل هذه الدراسة يعني مجموعة من الأكاديميين المتخصصين الكبار الآن، كثير منهم أساتذة بروفيسورات في جامعاتنا، قاموا حللوا وأعطوا الرجل ومن حوله ومن معه أنه والله الدعوة لازم تتجه بالاتجاه الفلاني، وأنه لازم يكون عندنا الاستراتيجيات الفلانية، ولازم ننطلق بالطريقة الفلانية إلى آخره. وكان من ضمنها، إذا كان المشاهد الكريم يذكر، خروج في ذلك الوقت مؤسسات، كل شيخ يطلع المشرف العام على المؤسسة الفلانية الخيرية أو على المكتب الفلاني. كان من مفرزات هذه الدراسة. ناصر العمر له مكتب، محمد الدويش له مكتب، سلمان العودة له مكتب، كل له مؤسسة أو مكتب ينطلق منها دعويا ويعمل بشكل مستقل، له أتباعه، له نشاطاته وأرشفته لمواده السابقة واللاحقة. هذه نقطة. ثم بعد ذلك الرجل انقلب بطريقة غريبة جدا واتجه اتجاه كلي إلى جماعة الأخوان، وجماعة الأخوان اشتغلوا على الرجل بطريقة قوية جدا، ولمعوه بطريقة لا يمكن حتى لأجهزة الإعلامية الحكومية أن تعملها مع شخص. أنت تكلمت عن السرورية. السرورية كانت وما زالت تروج بأنها حركة مستقلة عن الأخوان، لها وضع، لها أهدافها، ربما لا تلتقي معها، فكيف أنت تراها وما مدى خطورتها أيضا اليوم؟ السرورية طبعا هي خطيرة جدا، يعني وتكمن خطورتها في التوازي مع النموذج السلفي، وهذه وهنا مكمن الخطورة الحقيقة. طبعا أنا أرى أنه يعني السلفية دخلت في الأخوان عن طريق السعوديين بالمقام الأول في فترة مبكرة جدا قبل السرورية حتى، لأنه اللي التحقوا من الأخوان السعوديين بالأخوان بالتنظيم الأخواني هم سلفيين في الأصل ولا يقبلون بعض الأشياء، لكنه السرورية جاءت كنموذج سلفي بسبب يعني تحرر محمد سرور في ذلك الوقت وثورته على عملية محمد سرور. طبعا جاي للسعودية وهو صغير، يعني عمره 27 سنة، وتلقى هنا مبادئ السلفية في بريدة تحديدا، وأعجبه الوضع وأعجبه لأنه السلفية تقريبا يعني هي تناقض مناقضة تامة للتشيع، والرجل له يعني ثأر عظيم وكبير جدا مع الشيعة.
فمن أجل هذا مشى معه يعني، وأيضا يناسب المجتمع في ذلك الوقت. فهنا تكمن خطورة السرورية، السرورية متغلغلة في برجع إلى مسألة الخطورة أيضا اليوم من السرورية. النقطة المفصلية في تاريخ السرورية تاريخان أو تاريخين، الأول ما بعد أزمة الحرم، ما بعد جهيمان. الدولة في ذلك الوقت يعني دولة مسلمة في الأساس، ودولة تسعى إلى 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 يعني إلى إضفاء الصبغة الإسلامية على كل أعمارها، وهذا هو في الزمن القديم والآن يعني. فلما رأت أنه ممكن الشر يطل برأسه من خلال التدين المغلوط اللي قام بجهيمان وجماعته، التفت على المشايخ الكبار في ذلك الوقت الموثوقين من قبل الدولة، مثل عبد العزيز بن باز وعبد الله بن حميد وغيرهم. عبد الله بن حميد طبعا توفي بعدها بفترة قليلة. هؤلاء والشيخ صالح البليهي ومجموعة كبيرة، الشيخ صالح البليهي من كبار العلماء السعوديين في بريدة، هؤلاء كان يلتف حولهم مجموعة من الصحويين الذين تم تربيتهم من عام 1965 تقريبا. والنهج الإخواني والقاعدة الإخوانية التي قررها محمد سرور وقررها محمد أحمد الراشد المنظر الأكبر للحركات الإسلامية، وهو لازال موجود وحي يرزق، أنه التفوا حول المشايخ الكبار لتأخذوا من ثقتهم، من ثقة الناس وثقة الدولة بهم. فالدولة في ذلك الوقت وخصوصا يعني كان الوضع يعني ما هو طبيعي، لأول مرة يحدث في السعودية مثل ما حدث، ولا كان يتصور أنه شخص سعودي بيقتحم ويعطل شعيرة العمرة والصلاة في الحرم لمدة أسبوعين. فالتفتوا إلى هؤلاء المشايخ وقالوا عالجوا لنا الوضع. فهؤلاء نثروا على تلاميذهم اللي كانوا سروريين في ذلك الوقت، وهم أنفسهم سلمان العودة ونصر العمر وفلان وفلان اللي خرجوا في أزمة الخليج، انطلقوا هؤلاء. فصار فيها الظن هذا أنه الدولة هي اللي دعمتهم، الدولة لا تدعم هذا التوجه أبداً، لأن النفس السياسي موجود. وش خطورة السرورية اليوم بالنظر إلى كل التغيرات اللي تحصل في المجتمع السعودي سريعا؟ الخطورة من الخارج، تأتي من الخارج. في الداخل لا يوجد خطورة، بما ما دام يعني الرموز الكبار والمحركين الكبار رهن التحقيق ورهن الإيقاف، الأمور ستمشي وتمضي بسلام. الخطورة تأتي من الخارج. هل يمكن أن يكون من السرورية تطبيع قضية أو مسوغ لعودة صحوة، لعودة حركة يعني تكفيرية متطرفة متشددة، خاصة ما بالنظر إلى التطورات اللي حاصلة في الخليج اليوم؟ والله في الخليج يعني ما لا أستطيع الحديث عن الخليج، أنا أتحدث عن دولتي ووطني وموقفها معروف من التطبيع. أما كونه أنه يكون ذريعة، طبعا بلا شك أنه سيكون ذريعة، وذريعة كبيرة جدا لهؤلاء أنهم يتحركون ويثورون ويثورون الناس. هذا يعني أمر مفروغ منه، بل أنهم بدأوا بالفعل بهذا الأمر، حتى وهو السعودية على موقف جيد وقوي وتضع القضية الفلسطينية وأهل فلسطين في المقدمة في كل شيء، ومع ذلك يستغلونها ضد السعودية. لم يستغلوها ضد الدول الشقيقة العزيزة التي طبعت، لا، يستغلونها ضد السعودية التي لا زالت ثابتة على موقفها من وقت الملك عبد العزيز إلى هذا اللحظة. طيب الله وثره. شكرا جزيلا لك خالد العضاض الكاتب والباحث السعودي. العفو، سلمك الله، شكرا. نهاية هذه الحلقة من سؤال مباشر، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.